تعقيب؟ تفضل السيد المستشار. السيد الوزير مشكور على المجهودات المبذولة، غير أن العادي والبادي أصبح اليوم مشاكل الجامعات كثر فيها الكلام، لا من حيث المنهجية ولا من حيث اجتياز المباراة، خاصة مباراة الماستر ومباراة الدكتوراه يشوبها عدة غموض. وإني هنا أنحني بكل تواضع أمام العقلية الوطنية النزيهة، غير أننا لازلنا نسمع بعض الشبهات التي تسيء إلى التعليم العالي في بلادنا، وأقصد جامعة عبد الملك السعدي بالشمال بتطوان. هذه الجامعة هناك بعض الأساتذة يستغلون ضعف الطلبة ويفرضون كتيبات لا قيمة علمية لها، بقدر ما أنها تدر ربحا يعرقل النشاط ديال الطلبة. ثانيا سمعنا ويروج أن الولوج إلى الماستر تشوبه عدة خروقات، أستحيي أن أذكرها. عيب بأن يكون طالب له 3 أو 4 ميزات لا يقبل في الماستر، في حين أن طالب لا يتوفر على أي ميزة وهو مقبول لأنه نهج سلوكا لا يليق بسمعة التعليم العالي. ناهيك عن بعض السلوكات لا أخلاقية التي أصبحت رائجة في جل الجامعات المغربية. فمتى سنستيقظ للبتر نهائيا وقطعا مع هذه؟ شكرا السيد المستشار المحترم. الكلمة للسيد الوزير، الإجابة على السؤال، على التعقيب. السيد المستشار المحترم، يمكن لي نأكد في سياق الجواب على الانشغال اللي تفضلت به واللي كيشتغل به الرأي العام كذلك بخصوص هذه النقطة، أن هناك 2 ديال الإجراءات. الإجراء الأول هو إجراء مستعجل، وتنطلب منكم سيد المستشار ومن كل السادة المستشارين إلى أنهم يمدوا الوزارة الوصية بكل ملف اللي يمكن تشوب حوله شبهات باش يمكننا نفتحوا تحقيق في الموضوع. احنا ما غنتظروش طبعا المبادرة، ولكن احنا كنشتغلوا في حالة التوصل بأية معطيات عن أي مسلك، سواء في الإجازات المهنية أو في الماستر المهني أو في الدكتوراه تشوبه اختلالات، احنا مستعدين على الفور نفتحوا تحقيق في الموضوع حماية لسمعة الجامعة. وباش هذا الشيء ما نبقاوش نطريطيو كل مرة ملف بملف، احنا الآن داخلين في واحد الصيرورة ديال مقاربة تشاركية لإطلاق ورش كبير على الصعيد الوطني لإصلاح النظام البيداغوجي في الجامعة المغربية خلال هاد الشهرين، وغادي نختموه إن شاء الله في شهر يناير بتنظيم يوم وطني اللي غنرصدوا فيه الاختلالات كلها وغنقدموا فيه الرؤيه ديالنا كوزاره. شكرا. تشاركي للاصلاح. وشكرا. شكرا السيد الوزير. السؤال الان الثاني.